85 صح؟ دي ب85 الناحية دي كده ب85. طب ورينا مو 175 كده اللي هي دي الباك دي والحمرة بتاعتها اهي دي ب185 صح؟ 170 175 ودي بكام؟ 85 يبقى من هنا ب85 وهنا 175 اهو ماشي. وعنده برضو الشنط دي ب175 اي شنطة من دول كده عاملة 175 بس عنده تشكيلة برضو هنا الشنطة دي وراك هنا برضو ب175 دول ب175 اللي هم بصوا دي 175 دي عاملة 175 ودي برضو حلوة عاملة 175 منها الرمادي ومنها اللون اللي كم ولاية بتاعت السبورت دي ب175 برضه للنادي تنفع لمشوار مثلا راح عند مامتك او حاجة دي برضه ب175 واللي هما دول ب175 وهنا برضو الفرشة دي اي حاجة عليها ب100 اهي اشكال برضو موديلات مختلفة اي حاجة من هنا عاملة ب100 دي اللي هي عاملة زي الشمواة وفي منها دي اللي هي عاملة زي الجلد اي حاجة عاملة 100 في برضو اللي هي الهيلز دي دول ب150 اكبر صنادل عندك كم يا حاج هنا ب100 اللي هم دول واللي هي السواري عامله 150 دول ب100 انا بحب اجيب لكم الحاجه بالظبط كانكم متواجدين بالمكان وهنا برضو الشباشب عامله 55 بالنسبة بقى العيد وينفع وفي البيت برضو على العبايات بتاعة البيت اي حاجة هنا عاملة 55 اشكال اهي وموديلات مختلفة طب الاقي في مش تبعت من حد كده لا بص دي بقى واقف انا شيل شيب ب55 اي شبشب هنا عامل 55 اي شبشب ب55 اي شبشب منه ده وفي منه ده اي شبشب ب55 من السيلفر ده اي شبشب ب55 وفي ده اي شبشب هنا عامل 55 55 يا شيبس بصي برضو الاشكال دي الاشكال دي برضو ب45 اي حاجة من دول الشتوي دول عامل 45 في اللي هو ده هنا ده ب45 اللي فوق ده عامل 55
ده كده عامل 55، انما اللي تحت ده عامل 45. ده كله عامل 45. دول عاملين 45. اي شبشب من هنا بمناسبة العيد او في البيت كده على العباية عامل 45. اي شبشب من هنا، هنا عامل 55. حتى اللي في الارض ده لو مش عايزاه باشا عشان يبقى معايا مكان. 45 واللي فوق 55. ده ب 45 واللي فوق ده عامل 55. ده ب 45. وبرده العبايات دي هنا عامله 125. بصوا 125 اي واحد. المشيطة اللي هي الناعمة دي الحلوة، بصوا الوانها اهو، في منها الوان اهو. بصوا اشكالها ايه، 125 دي بنص كم، 125 كل حاجه، المقاس الاطول دي 150 جنيه. دي 150 ان شاء الله، يعني ام كم 125. 125 النص كم بتاع ده. هو كده يا جماعة، الصيفي نزل في العتبة والشتوي كله تشاي، كل اللي نزل شتوي الصيفي. 150 يا ابني، 150 كده، 150 عشان المطرة بس بتمطر. تعالي كده بقى كده، شوف انت عايز ايه كده، وشوف تعبانة. اهو احنا تعبانين. ايوه 150 كلمة واحدة يا ست، 150. هو كده فرض الموديلات كلها، المطر هتمطر دلوقتي وهما بيقفلوا. ده بكام الجلابيه؟ 150. بص يا حبايبي، عشان ناس كتير سالتني الشتوي اتشال في العتبه ولا لا، هو كده الشتوي اتشال في العتبه واللي نازل بس الصيفي. وزي كل مره مش عارفه ليه، هو رزق الحمد لله وخير ان انا بنزل اصور، رغم ان احنا اهو داخلين على الصيف وكده، بس المطره ابتدت ان هي تمطر، فبرضه ابتدوا الناس ان هي ايه تشيل الحاجه. يعني انا كذا مره جيت اصور كذا فيديو لقيت الدنيا بتمطر واضطريت ان انا بقفل. المره دي انا مش هقفل وهكمل معاكم رغم المطره. لو لسه مكمله لحد دلوقتي ما تنسيش اللايك والشير والاشتراك، فعالي الجرس عشان يصلكم مني كل جديد بامر الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.